شهدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العديد والعديد من الإنجازات التي ساهمت في تخفيف الأعباء على المعاقين وتلبية متطلباتهم التي منحهم إياها القانون رقم ثمانية لسنة 2010. هذا القانون الذي وضع الكويت في مصاف الدول التي تهتم بشؤون ذوي الإعاقة فأصبح سلة من الحقوق والمزايا طلبنا تعديل بحيث أنه يسمح للإعاقات البسيطة أن تحصل أو تتحصل على الأجهزة التعويضية طبعاً وفق لوائح معينة بالاخص يعني يهم شريحه اللي هو الاعاقات السمعيه البسيطه من الاطفال الشيء الثاني هو اعطاء الحق للمراه الكويتيه المتزوجه من غير كويتي لابنها المعاق غير كويتي ان تحصل على التقاعد وهذا ايضا وضعناه صراحه في القانون او طلبنا يعني كاقتراح ومن بين تلك الانجازات للهيئه هو الميكنه لجميع خدماتها وتفعيل الموظف الشامل وافتتاح صالات جديده للمعاقين التي ساهمت في تقليل الازدحام عدد يعني يتجاوز 77 خدمه تقريبا منذ نشأة الميكنة حرصت على ميكنة هذه الإجراءات وتم ميكنتها بنسبة حاليا 100% في 2017 آخر عمليات الميكنة يمكن سمعتوا في عملية التابلت عملية التابلت هي عبارة عن إدخال الأجهزة الذكية لدى اللجان بحيث يقوم الأطباء في تقييم الإعاقات مباشرة من خلال أجهزة التابلت كما سعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى موضوع التوظيف الذي كان حلما يراود كل معاق فكان لها عدة حملات أسفرت عن تدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص ناهيك عن كود البناء وسرعة الوصول الهيئة قامت بمراجعة جدول الاشتراطات وقمنا بإعداد دليل هندسي كامل لسهولة الوصول لجميع أنواع الإعاقات فشملنا في جميع أنواع الاعاقات شملنا في المبنى من دخول الى السور الوصول الى المبنى التنقل في المبنى الحصول على الخدمات تسعى الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه في تنفيذ مشروعها المقبل الذي يدعم جهود الحكومه في دمج المعاق المدارس وازاله الحواجز التي تحول دون ادماجهم